أبدى الأنبا بولا ممثل الكنيسة في جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية تحفظه على عدد من مواد الدستور خاصة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية وإلغاء مجلس الشيوخ والنظام الانتخابي. أشار الأنبا بولا إلى أن دستور 2014 تمت صياغته في ظل مخاوف من تكرار سلبيات الماضي دون النظر إلى المستقبل، فأخرج مشوها ولا يلبي احتياجات المستقبل، لافتا إلى أن المشرع راعى ذلك عبر تضمين الدستور مدى تسمح بتعديله، وطلب برفع نسبة تمثيل المرأة والشباب والفلاحين والمصريين المقيمين في الخارج في المجالس التشريعية، واستبدال عبارة ذوي الإعاقة بعبارة أخرى، إضافة إلى إدخال نص تشريعي لمجلس الشيوخ.